أنا زيادة، زيادة ده اسمي وزيادة دي كمان صفتي. النهاردة يوم عيد ميلادي، يوم أوحش صدفة في حياتي، أصلي كنت الفرد الخامس اللي في العيلة، كتير مش كده؟ أهلي ما كانوش عاملين حسابهم على طفل جديد، ولما ماما عرفت إنها حامل فيا افتكروني ولد وكانوا هيسموني زياد كمان. كل واحد كان ليه الكرسي بتاعه اللي بيقعد عليه، أما أنا فكانوا بيحطوا لي الكرسي البلاستيك، أهو يدوبك على قدي. مش بقول لكم زيادة، حتى دايما لما بنقعد نتجمع كلنا ونلعب بخسر، ما أنا مش فالحة في حاجة. ودايما ما بيفضلش غيري أنا والمروح. يلا اصحي. اه اصحي. في قداس. يلا قوم اصحي. يلا. انت كل مره تصحي بنفس الطريقه ونفس الاسلوب. في ايه؟ انا قلت لكم ما بعرفش اروح القداس، ما برتاحش هناك وما بعملش اي حاجه اصلا. روحي انت وانا هحصل. يا حبيبتي يلا ورانا قداس. مش فاهمة ازاي حد يصحي حد على اول الصبح كده دي البلوزه بتاعتي، مش كده؟ قلت لك قبل كده ما تلبسيهاش صح؟ طب انا قلت لك كذا مره ما تقربيش ناحيه دولابي ولا هدومي ولا تلبسيهم من غير اذن قبل كده، هما صح؟ قلت لك انا الكلام ده مش كده؟ طب بصي، مبدئيا هدومي ودولابي وحاجاتي لا، خلاص لا 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 فعلا يعني. لما بتقوريها لي
طيب تعالي لي مخرجه من تحت ما في جوز ما بيحبش كده. طب يلا رجع بسرعة. طيب يلا مع السلامة. نوايا أبلغ. بنورك يا حبيبتي، أنا بس كنت بتأكد من رقم جلوسك وأنت برضو تأكدي منه تاني. طيب تصدقي يا بنت إن أنت فيكي شبه من بنت أختي؟ بس للأسف هي كانت أشهر شوية. طب وحيد بنت أختك بس بيني عشان أعرف حالي. ده أنت شكلك هتتعبيني معاكي بقى. طب بصي أنا حطاك في دماغي وبراقبك وهراقبك. وأنت مالك يا حبيبتي وصليكي ده ليه؟ ما تركزي في ورقتك. طب يلا ماشي سلام. ماشي يلا سلام. ايه ده انتوا لسه مخلصتوش؟ جرى ايه؟ ده الامتحان لما كان بينزلي وانا في سنكوا كنت بخلصه بعديه بخمس دقايق. وانتي مدرسة ايه بقى يا ابلو؟ انتي حبيبتي مستقلة بيه ولا ايه؟ انتي مش شايفة تراسكوا الالوان ده؟ هو مدرس ايه؟ رسم طبعا. انا مش وضعي دلوقتي سبيت حالي خالص. الله الله، وكمان بتبص وراك في اللجنه؟ انا مش قلت في الاول محدش يبص وراه ولا جنبه؟ ولا احنا كلامنا هنا ما بيتسمعش؟ تعالي يا مديحه شوفي ده احنا بنتقرطص هنا. ايه ده حبيبتي؟ ده انت واخده منهم كل الادوات، انت بتغش يا شاطره؟ لا دي تعمل لها محضر غش حالي. فين رايك في اللجنه؟ لا لا لحظه انا ما غشتش، لا معلش لحظه. خلاص المكان ده طلع جامد. ايوه انا وصلت على الاخر. اي خدمه يا باشا؟ مش عارفه من غيرك كنتوا بتعملوا ايه حبيبي. مش عارفه يا جماعه، حاسه مش مستريحه في المكان ده خالص. استعبط هيشتغل. مش لسه مبسوطه؟ ما تصدعناش. اكيد مبسوطه، ما في حد يقعد معانا وما يتبسطش. عندك حق، على فكره بتخمي واخده بالي. اوش هاتي يا ماما، هاتي اللي عمال ياخد في ورقي. هاتي يا اوش بيتي. بقول لك هقش. بقول لكم ايه يا جماعه، البت دي لو فضلت معقده ومخنوقه كده على طول مش هناخدها معانا في حته تاني. مش ناقصه يعني. لا وايه كل شويه عماله تكلم لنا البنت اللي اسمها زياده اللي عامله لنا فيها كربيسه دي؟ لا هي اصلا اللي بتكلمها دلوقتي وقاعده بتقول لها بنعمل ايه وما بنعملش ايه. مش بعيده تدخل الحمام الاقيها طالعه من الحنفيه. خلاص خلاص بطلوا رغي بقى وكملوا لعب. ايه زياده ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. فينك يا بنتي ما بتتصليش ولا اعرف عنك حاجه؟ لا بس اصل اليومين اللي فاتوا كنت مشغوله بس مع عيال صحابي كده. انت برضو بتخرجي معاهم؟ حبيبتي انا بس انا عليكي، يعني العيال دي طايشه واي حاجه بتقف في دماغهم بيعملوها بصراحه، ما همش امان يعني. بصي بقى بصراحه معدتهم فان جدا، ده احنا كل يوم بنخرج تقريبا، كل يوم مكان جديد وسهره جديده، يعني مهيصين على الاخر. طيب خليكي على راحتك، ولو عاوزتي حاجه انا موجوده طبعا يعني اكيد. يلا باي. باي. جايز جات لي فكره جامده جدا. يا مجاب الغراب لامه، تعالوا نطلع السخنه اخر الويك اند ده مع بعض، هتبقى فكره دمار. نطلع السخنه ورا اهلناه. وانتوا متاكدين من الفكره دي يا جماعه؟ ما تبصوليش كده، اصلا ما طمنش خالص.
وخطر جدا، ده احنا حتى معناش رخصه سواقه. وهقول ايه لمامي؟ مامي؟ ومين قالك ان احنا هنقول لمامي؟ ما هقول لها رايحه فين يعني. هاي يا جماعة، عاملين ايه؟ هاي التأخير ده معلش. صحيح يا جماعة، الواحد مبسوط ان انا مش معانا، بس برضه يعني متضايقة لها شوية. مش عارفة لو كنت مكانها كنت هعمل ايه. ستي فكك منها، دي عيلة باردة، مش هي كلام مامي وبابي وانكل وتانت وناهد. اه بجد يا جماعة، دي لو كانت معانا مامتها كانت هارتنا رنات كل شوية بتعملوا ايه. مش بعيد كمان كانت نزلت في نص الطريق عشان نوديها بيتها. يلا دينا خلصنا. اه صحيح يا جماعه، هو انا لو كنت مكانها كنت هتستندلوا وتسيبوني وتمشوا برضه؟ ليه يا قلبي، ما نقدرش. اوفر بقى، اوفر براحتي. لا انا اللي كلامي بيمشي ناضي على بيتي يا ماما، دي سارقينها حتى. خلاص يا جماعه بقى اهدوا، ما تصدعوناش. صحيح، استهدي بالله. يلا بقى يا ماما، يلا. استغفر الله العظيم. انا مش فاهمه ايه التهريج اللي بيحصل ده. ازاي اصلا اهاليكم تسمح لكم انكم تعملوا كده؟ يعتبر جريمه وسنكم لسه تحت السن القانوني. انا ممكن اوديكم دلوقتي في 60 دهب. حس كده، ممكن حد، لازم حد يجي يضمن. مش هينفع تخرجوا كده. كلمهم. موضوع الكنيسة ده ما كانش داخل دماغي، وكنت شامة ريحة كذب في الموضوع ده. انت ابوكي لما يعرف هيبقى يومك مش فاضي، مش بايد يحبسك في البيت او يرجعك البلد تاني. انا بنتي تعمل كده؟ انا يجي عليا اليوم اللي اتجرجر فيه في الاقسام؟ يا دي الفضيحة، انا ما عرفتش اربي. انتوا مكبرين الموضوع كده ليه يا جماعة؟ ده انا حتى ما شفتش حد صباعك عمر مع العربية فداكي. الف عربية انت عندنا خمسة ما تقعدش. مامي حرام عليك، ده انا كنت سايباكي براحتك على الاخر تقومي تعملي كده. ويا عالم بقى كنت بتعملي ايه تاني من ورايا؟ قلبي وربي غضبانين عليكي اليوم الدين. من انا ورايح مفيش خروجات مع اصحابك، ومفيش قرارات غير باذني، ومن البيت للمدرسه ومن المدرسه للبيت. انا داريت على بلاكي كتير في الاول، ما كنتش بقول لابوكي حاجه، بس دلوقتي خلاص همسيره هيعرف كل حاجه. بس كفايه بقى، هو انت تفضلي تولولي منك ليها؟ خلاص خدوا عيالكم واستلموهم وروحوا، بدل ما بقيتكم النهارده عندي في الحجز. يلا اتفضلوا امتوا. يا جماعه انا سمعت ان ساره هتعيد السنه. ايه ده يا حرام، بجد ثابت عليا قوي. ده مستحيل ما تخليها تكلمني. ازاي بانش عليها خالص ان هي فاشله وبتغش كده؟ ايه بقى، ما احنا كلنا بنغش يعني، بس مش بيبان علينا. بس كله بيرد لله، احنا بجد بنتعب في الغش اكتر من بنتعب في المذاكره. ايوه احنا كلنا ماشيين بمبدا التعاون يحقق النجاح، بس انا لو عدت تاني السنه ماما ممكن تفضل. شيخ قال الله ولا فات. بس بقى يا جماعه حرام عليكم، ده مهما كنتوا اصحابها برده. مالك يا سارة متضايقة ليه كده؟ في ايه؟ يعني انت يعني الناس مش عارفة اللي حصل؟ ما المدرسة كلها عارفة. لا طبعا يا حبيبتي عارفة اللي حصل، بس انا برضه عارفاكي كويس، وعارفة انك اكيد ما تعمليش كده. انا بديك في المدرسة دي بقالي كذا سنة، وعارفة اخلاقك كويس وقتها. بجد؟ انا قلت انت اكيد هتقولي عليا غشاشة زي ما كلهم بيقولوا عليا. انا بس اللي مضايقني بجد
بجد ان كل الناس بدات تتكلم عليا، حتى اقرب صحاب ليا بيتكلموا عليا بدل ما يساعدوني. لا وكمان ايه، ستي بقت على لسان كل الناس علشان هم بقى بيتشكروا عليا، عارفين ان انا ملتزمه ومش ممكن اغش. هم عشان عارفين ان انت ملتزمه ومش ممكن تغشي، دي حاجه جديده عليهم. عارفه انت لو زي اي بنت ثانيه بتغش وفاشله ما كانوش هيتكلموا عليكي اصلا. الحاجه دي حاجه بتميزك عشان كده بيتكلموا عليك. انت خليكي على الحاجه المبدا بتاعك والحاجه اللي بتميزك، وخليكي سوا في ربنا وبثقه فيك. ربنا ربنا ايه؟ ما ربنا خلاص شكله نسيني وسابني من زمان قوي. يلا مش مشكله مش مشكله، انا مش عايزه ابوظ دماغي بالموضوع ده. انا ماما اصلا مستنياني بره، لازم اطلع لها دلوقتي. يا ستي توشين انت مالكيش دعوه، وبعدين كل واحد لينا ربنا رسم له خطه. احنا ممكن ما نعرفهاش دلوقتي بس اكيد هنعرفها بعدين. انت بس ما تقلقيش وكلميني لما تبقي محتاجه ومتضايقه، ما تقلقيش هرد عليكي، مش لازم اتنا كبيره ولا حاجه. يلا باي باي. بقول لكم ايه، انا لقيت الهديه دي في اوضتي. بتاعت مين دي يا بنتي؟ قلت لك 100 مره تخرجيش وتسيبي باب الاوضه مفتوح والتكييف شغال كده. باب وتكييف، باب وتكييف، باب 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 وتكييف. يو ارحموني من صوتكم ده بقى، صدعتوني. وانت كمان ما تخشي تفتحي لي الكتاب بدل ما انت قاعده متلقعه كده. خلاص خلصت السيناريو بتاع كل يوم، مش كفايه ما حدش عامل لي حساب في البيت ده؟ احنا عملنا لك بنك، ايجي بنك عمل لك حساب. وشي بقى دايري. النهاردة اكتشفت حاجة مهمة قوي بين كل الحكايات اللي بتمر مع صحابي، اكتشفت ان في خيط بيربط الثلاث حكايات. النهاردة انا جاية اقولك ان مفيش حاجة في حياتنا بتحصل صدفة، كل حاجة ليها خطة وهدف، وياما حاجات كنا فاكرينها ضدنا بعدين بنكتشف ان ربنا كان شايل لنا حاجات اكبر بكتير من تخيلاتنا. زي سارة، بعد ما اتظلمت والدنيا ظلمت في وشها، حد كان يصدق انها تتفوق على نفسها وتجيب مجموع؟ تفتكري كانت هتعرف يعني ايه ربنا يبعتلك صحاب وسند؟ تفتكري كل الناس اللي ربنا حطهم في طريقها كانوا مجرد صدفة؟ أو ميرنا اللي كانت بتذنب حظها إن رجلها اتكسرت. يا ربي إيه الزهق ده بقى؟ مش هزاني يعني واقفة في هاي السخنة؟ أنا رجلي جبت كده ومش هتتحرك.
رب ان احسن عليك كده. هتلاقيهم يشوفوا بيعملوا ايه. طبعا مش هيردوا، قاعدين فرحانين على البحر. اهلا اهلا بالناس المهيصه. طبعا طبعا انتوا قاعدين على البحر وفرحانين وبتشربوا في العصير البطيخه والفرنسيه. لا يا بنتي، بحر ايه وبطيخ ايه؟ ما هو قرك ده اللي جابنا الورق، احنا اساسا لسه راجعين من الاسم دلوقتي. ايه؟ ايه؟ ايه اللي حصل؟ احكي لي. اللي دلوقتي خلاص ما بقتش تمشي ورا كلام حد، وبقت عارفه مبادئها. تفتكري كل ده لو ما حصلش كانت هترجع عن الطريق المجهول اللي هي كانت ماشيه فيه؟ اسئله كتير بتدور في دماغي، بس اهم حاجه ان انا كمان ما طلعتش زياده، وحاجات كتير كنت بعملها اكتشفت انها كانت بتفرق في حياه حد حتى لو بسيطه. اكتشفت ان انا اللي كنت واخده صوره وحشه عن نفسي، مع ان ربنا كان قاصد يبعت لي ناس اللي تثبت لي عكس ده في الوقت المناسب. تصدقي ان حتى فضفضتي معاكي ما طلعتش صدفه؟ يمكن كنت محتاجه حد اتكلم معاه وما كنتش لاقيه غيري، بس مين كان عارف ان انا ممكن يطلع عندي موهبه الكتابه؟ وعشان كده بقى أنا النهاردة قررت أعلن عنك وأشاركك مع الناس. قررت أحط كل قصصك في كتاب وأشهد عن عمل ربنا في حياة كل واحدة فينا، وأنشر الكتاب ده في دار النشر وتبقى دي بدايتي، وأثبت للناس إن كل واحد ليه رسالة، وأهم رسالة في حياتنا إننا نتعلم نسمع صوت ربنا بين كل الأحداث والدوشة اللي بنمر بيها، اللي دايما بنتجاهلها ونحطها تحت مسمى صدفة.